او سليماني غنتابعو طالع الكبر الكرة ضغط على عملية فرصة الهدف الاول لصالح فريق الرجاء يسجل في هذا الاثناء بطريقة جميلة جدا. كرة لعبت بطريقة جميلة جدا لمن سجل اخر هدف للرجاء في لقاء اتحاد فريق ميسات. الحاج هو من يسجل هدف، محمد الحاج الذي قد يصبح هداف الفريق في هذه الدورات المتبقية. مرة اخرى يسجل الهدف محمد الحاج. توع الكره كرجعت على صفر الرجاء، فرصه لمغرب منطقه العمليه، يبحث عن الدخول، كيدخل منطقه العمليه يبحث عن التمرير. حسن الطير يسجل الهدف الثاني، الهدف الثاني للرجاء عن طريق حسن الطير، هدفين مقابل لا شيء. الان لاحظوا كما سبق وقلت، فريق الرجاء ان اخترق دفاع فريق تشيلسي بيريكوم سيسجل هدف، لكن عن طريق العرضيات يصعب عليه بلوغ مرمى الحارس ارنس. وبالفعل من جوج ديال الاهداف تم اختراق الدفاع وتم التسجيل بنفس الطريقه. لاحظوا الاختراق هو الحل الوحيد لفريق الرجاء امام هذا الدفاع وهذا الحارس ارنست. اذا هدفين مقابل الشيء، هدفين مقابل الشيء. تعود الكره في هجوم لصالح تشيلسي بيريكوم. تشيلسي بيريكوم طاير من جديد، كيدخل منطقة العملية، الطاير كيبحث على التمرير الآن. الهدف الثالث، الهدف الثالث عن طريق ياسين الصالحي. ثلاث أهداف مقابل لا شيء، ثلاث أهداف مقابل لا شيء. وهنا ثلاث أهداف يا لن تغير اي شيء، لكن على الاقل نتابع الاعاده. لكن ثلاث اهداف كتعني الشيء الكثير، ما كنعرفوا ان ربما النتيجه يمكن نلقاو انها حسمت على مستوى الذهب. كنقولوا ما عرفناش شحال بقى ديال الوقت، لان كان هناك اعلان عن خمس دقائق وقت بدل ضائع. هناك بعد توقفات الوقت وبيد الحكم وبساعة الحكم، والذي يعرف كم تبقى من الوقت